أما إنه يوم العيد الذي تعيش فيه أمة الإسلام بهجة العيد وفرحته، فيصلون صلاة العيد، وهما عيدان في الإسلام لا ثالث لهما، فيشهدون صلاة العيد وينحرون الهدي ويذبحون الأضاحي، وفيه يتبادلون التهنئة والتبركة بالعيد، وقد صام غير الحجاج بعرفة ووقف الحجاج بها، وشهد الجميع العفو والفضل والمغفرة بأمر الله سبحانه. أما الصائمون من غير الحجاج فظفروا بكفارة سنتين بصومهم أمس يوم عرفة، وها هم اليوم يوم العيد فرحون بهذا الامتنان وهذا الكرم الإلهي، وحق لهم والله أن يفرحوا. وأما الحجاج فلا تسأل عن فرحتهم يوم العيد، وقد انصرفوا من عرفات شعثا غبرا، وقد أغرقت دموعهم لحاهم وبلت ما تحت أقدامهم، رفعوا حوائجهم إلى السماء واستغفروا من ذنوب الأمس وسيئات الماضي، وانصرفوا وملء قلوبهم يقين بأن الله قد عفا وغفر وتجاوز، بل وأعتق الرقاب من النار. الكل يوم العيد يأتي فرحا، إما صائم يرجو أن الله قد قبل صومه فكفر له سنتين بهذا اليوم، وإما واقف بعرفة حاجا ملبيا وهو يرجو أن الله قد أخرجه من يوم عرفة ورجع كيوم ولدته أمه. أفلا يفرح أهل الإسلام يوم عيدهم؟ بلى والله يفرحون، وغاية فرحتهم ذلك المعنى العظيم في العفو والمغفرة والعتق من النار، وهم لا تزال في آذانهم أصداء قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وكلهم والله يرجو حقيقة أنه من أولئك الذين أكثر الله عتقهم من النار يوم عرفة. أفلا يفرحون؟ بلى والله.